واتساب. الو الو مصطفى. نعم اخويا كنسمعك. مزيان اخويا؟ مزيان اخويا مزيان. مرحبا اخويا محمد. مصطفى تفضل اخويا عاود لك هذاك الشيء اللي بغيتي. اسمي شحاب، اسمي مصطفى، وبين العمر ديالي 27 عام. اها العمر ديالي 27 عام. كاين انا والوالد والوالده وخمسه د الخوت. تسمعني؟ تسمعك اخويا مصطفى تفضل. كنت ديك الساعه كنقرا فلاك، كنت ديك الساعه كنقرا فلاك. كان واد جاو، كان عندنا واحد الحانوت واحد البقال، وكان الوالد ديالي دوك الناس ديال الحياه ديال شادين في الدين مزيان. الوالد ديالك؟ صافي. من بعد مرات واحد الخطره كان جا، كان خدام ديك الساعه مع هو كيدير داكشي ديال بني، وعندو حانوت. بعد لقينا بحال هكا داز المده شي عامين بحال هكاك. صافي الوالد ديالي هو يتبدل، ولا كيجي للدار سكران، كيبقى يضرب الوالده. الى شتي شي راجل تبكى فراق تاع العظم مسكين بدا بالبكاء قبل ما يعاود القصه. تسمعك اخويا مصطفى خذ راحتك، شوف واخا نبقاو انا وياك حتى الصباح كاع الناس غيبقاو معاك، حنا كاملين معاك تنسمعوك. شكرا بزاف، سمحوا لي بزاف على السميتو. بالعكس مرحبا. كان واد ديري كيجي سكران وكيضرب الوالده وكيتدادى عليها، وديما كيضربها ديما كيضربها. واحد الخطره ملي كان جا واحد الخطره سكران وما عرفش شنو كيدير، وكان الخوادري ناس هذيك الساعه اصلا الخوادري كتغسل البيت ديالها، وغلط دخل عند نص ما يدخل عند الولد دخل عند الخوادري. دخل عندها وكم طرا داك الشيء اللي طرا. تعدى على الخوادرية؟ كان سكران ما عقلش شنو كيدير. كلشي داير معاها، شوف قبل ما يكمل القصة ديالك كلشي داير معاها، ربي فاجئها عليه عافاكم. كلشي داير معاها قبل ما يكمل القصة. كتسمعني؟ تنسمعك اخويا مصطفى. كنت ديك الساعة كنقرا، ديك الساعة كنخدم في السواق، وجيت من السواق جيت لقيت خوادري كتبكي. هو ما كانش، قلت لها مالكي؟ قالت لي والو ما مالي والو غادر، قلت لها مالكي؟ صافي رقيت الدم فوق الناموسية ديالها. تسمعك اخويا مصطفى. قلت لها مالكي؟ قالت لي لا والو. قلت لها شنو هضرك شنو هادشي؟ قالت لي يا ودي نقول لك وكي ما تقولش الوالد، الوالد مسكين ما فرنسا والو، ديك الساعه كانت ناعسه. ما قالتها لي، قالت لي يا ودي الوالد عندي طراها اللي طرا، ما عرفتش شنو غندير، تسدى لي بيبان كاملين في وجهي، ما عرفتش شنو غندير. مشيت الكوزينة زيت موس كريح في واحد القهوة وخرجت عنده، ضربت على حسب اللي لبست جاكيطة وخرجت. بعد ليا مريح في القهوة سكران هو وصحابه.
مجيت عنده قلت لي السلام بخير الوالد هانية. قلت لي الحمد لله. قلت لي فين هاد الأمور؟ قال لي عادي. قال لي اش كدير؟ قلت لي والو. قال لي سير سير للدار سير للدار. ما شعرش زيت الموس وضربته به. ضربته في خدو. طاح يلا بدنا نكمل عليه. وجا واحد الدراري حيد لي الموس من يديا. ما عرفش شنو غندير. تلفت أصلاً أنا ما كان شربش. أما أنا ما شربش عمري نستعمل شي مخدر كما بيكون النوع ديالو. ما كان دي باب ديالي أول. أصلاً عندي سبور من سبور من دراسة مرفاك من دراسة السويسة. ولكن دابا دير وسط دراسة تلقى أخوة ديالي ديالي تلقى حالة شنو غادي ديرو. ما سهلاش ما بقيتش نسمع. عفاك قرب شويه الميكرو اخويا مصطفى. دابا كتسمعني؟ لا انا ما بقيتش نسمع كاع. اخا دقيقه بقى فيا. اقسم بالله شكون اللي بقى فيه؟ بقى فيا بزاف باينه مقصح. دابا كتسمعني؟ هدر اخويا مصطفى. الو الو تنسمعك دابا. كمل اخويا. الو كتسمعي دابا؟ تنسمعك مصطفى. تنسمعك تسمعني مزيان؟ اه تنسمعك. كمل اخويا. قلت لك دير راسك بلاصه تلقى اخويا ديالك بديك الحاله والدمايه. شنو غاديروا؟ ما سهلاش. ما نكذبوش على الله. من تماك صافي. من تماك غادي تبدل حياتي كامله. غاتولي تفعل على من تماك. مابقاش كنعرف الرحمه شنو هي. مابقاش كنعرف شي حاجه سميتها الرحمه ولا شي حاجه سميتها. وليت خايب واحد الدرجه ما كتصورش. وليت ما كنعرفش شنو هو شي واحد كيقول لي الاب ولا شي حاجه. وليت كل مره كانت تما غادي في الطريق كتشوف شي واحد شي راجل كبير كيضرب بنته واخا تكون صغيره. كنوض كنبدا انا وياها واخا ما تكون ما كتجي لي حتى حاجه. الوالد ديالي خرج من السبيطار. والوالده ديالك مفراسه؟ تسمعني؟ اه تسمعك. والوالده ديالك؟ الوالدة ديالي حد الآن باقي ما فراسها ما يتعاود. مسكينة. أها. حتى شكون كانت فراسها دابا كون تحت. حتى شكون كانت فراسها كون. كون الله يرحمها. خرج هو من السبيطار. خرج هو من السبيطار جا للدار. جا كيجا ولا كيضرب في الوالدة. خو دري عندو 12 عام عاد 15 عندو شي 15 عام اللي عندو. لا عندو شي لا عندو شي 16 عام. قال لي ما تضربش ليا الوالد ديالي. قال لي اسكت. قال لي لا ما اسكتش هو يدفعو. خو دري دفع الوالد ديالي. قال لك كتدفعني. قال لي اه. قال لي اجي شدوه وحيد لي حوايجو خلاه غير بالشروط وعاد لقوه في الطواليط.
ولا كيضرب فيه كيضرب فيه بواحد الكابلي ديال الضو كاع زوق لي ظهرو دو دابا بقاش قاد دار داكشي دات خوادري و خوادري خلاتني غير انا معاه من تما كتبت حياتي كامله ما فاش غنمشي للوالده كتبت حياتي كامله ما بقاش هو انا اللي فتاه صافي من تما مشات زاد خوادي زاد خوتي مشاو بقيت انا الوالد اللي فتاه ولا كل مره كيسخرني يمشي يجيب لي الشراب وانا ديك الساعه باقي كنقرا بين كمل قرايتي بدو لي شي حاجه ما محامي ولا كوميسير ولا شي حاجه الحق ديالي نولي بوليس كتسمعني تنسمعك اخويا مصطفى تنسمع من تماك مشينا دوزنا شي ايامات دوز دوزنا شي ايامات فكادير ومشينا مشينا لمراكش مشيت انا ويا عند الوالد ديالو الوالد ديالو ما كانش حامل الوالده كتحاملش هي وياها قالت لي شو بعد شو بغيتي داكشي تزوج قال لها هذا اللي عندي قالت لي تزوج مشى شافت لي واحد المرأة تزوج بها بعد تزوج بها وداك الشيء قال لي يلاه معايا يلاه معنا تنساي مشيت معاهم سكنت معاهم ولاد ديالي بحال شي خدام تماك عندها سير تسخر ليا سير جيب ليا سير دير ليا سير صب الحوايج وقت ما كنقول لها كنقول لها خرجوا لي على قرايتي خرجوا لي على المستقبل ديالي خرج لي على كلشي وقت ما كنقول لها ما غاديش نسخر كتقول لها الوالد ديالي كتقول لها ودي راه كيتمسل عليا صافي من فاش كتقول فاش كتقول لي راه كيتمسل عليا كيجي الوالد ديالي كيبقى يضربني وهما كيضحكوا نفس الوقيت بعد الخطرة كان ديك الوالد ديالي ما كانش انا كان في الرباط عنده شي خدمة وبقيت معاهم انا تماك كيقاتلي اسكا ديال الصباح قالت لي ودي نوتش على دوك الماند قلت لها شنو هو قلت لها ما نشفش عليهم يلا خليتها انت مشات خلاتني تتحركش وضربت وشيرت عليهم بكاس راسي بكاس راسي وطحت خفت وزوري الدولي السبيطار وجا الوالد ديالي قال لها ما سميتو مالو قالت لي راه بغيت تبسل عليا وهاديش وراه زلق وطاح جا الوالد ديالي ويكمل عليا مازال صافي ما قديتش نكمل مازال داكشي هربت هربت مشيت هربت مشيت لطنجة فيش كان قلب تما كان دور كان زي كان دور ويتلقى معي واحد سيد قال لي وليش كدير هنا قلت لي والا هربت واحد اللي طرا لي اللي طرا لي قال لي يلا معايا للدار هذاك السيد داكشي اللي لقيت في داك السيد ما لقيتوش في الوالد ديالي اللي رباني شاف لي واحد السيد واحد السب شاف لي واحد السيد كيدير داكشي ديال السباغ ديال الطوموبيلات خدمت معاه
وليت كريت وساق الخبر من الوالد وساق الخبر من انا كان في طنجة. قلب عليا وجبدني وقالي تاش ديك البلاصة فاش كنت فاش كنت انا كما عرفتوش واش كان ساكن تما شحال هادي. هربت وليت كنبات في الزنقة باش كنعس في الزنقة دوني البوليس دوني الخيرية من جمع كتبت لحياتي عودتني كامل أزيرو نفس الخيرية دوز فيها شهرين وواحد تماك برا ما نقول الاسم ديالو كان هو شاف شامبور ديال الخيرية زالي موس قال يا ما دير داكشي غادي نقول لك ولا نقتلك وعندك ما تصور من عندي اصلا 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 مشيت للمؤبد مشيت للمؤبد كيفاش مشدود بالمؤبد؟ شدوه تكرفص عليا كيفاش مشدود هو؟ حتى جديك خيرية حتى جديك حتى جديك ديال بحال هذاك الشيء ديال الإصلاحية الإصلاحية هي دايرة وكيجيبوا ذوك اللي ما عندهمش لاكارطات كيدوزوهم تماك كيدوزوا شي مدة تماك وكيرجعوا كيديو عاوتاني وكيتقدموا هاد الوكيل جا عندي مع الجوج ديال اللي قال لي اما دير داكشي اللي اما دير داكشي اللي كنقول لك وراه قتلك كي شنو غادي ندير قال لي غادي ندير شنو غادي نقول لك كي بحال الزعمة قال لي بحال العريس والعروسة راك عارف شنو طرا من بعد تكرف سريع ديال بصح كسمعني تنسمعك اخويا مصطفى تنسمعك تكرف سريع من بعد من بعد خرجت من الخيرية بقيت حامل فيها ولا نبات فيها ولا شي حاجة من 12 ديال الليل من 12 ونص ديال غد الليل مع 12 ديال الليل هربت ليهم هربت ليهم هربت ليهم من تماك خرجت بقيت كندور ما خليت فين مشيت ديك الساعة كان عندي العمر ديالي ما بين كان عندي العمر ديالي ما بين 15 16 مين تشوف لي واحد المرة تماك قالت لي وليش كدير هنايا قلت لها لا لا الواد عمري هي حوالي قالت لي انت تبارك الله شو كيدير وهادي ومريح يحبوا هذاك الشيء مالكش والدي قلت لا 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 اللي طرا ليا اللي طرا ليا ويدي عند الظهر داتني عند الظهر من تماك كتسمعني تنسمعك اخويا داتي عند الدار ومعرفش ما ديك السيدة كتبيع في الدراري
جا دواء وكلاتني شرباتني بزات لي الحويش وجا دواء هذا الراجل كان في الصحراء في العيون قال عبود شي دري يكون صحيحه وشد في راسه قالت لي كان واحد دري هذا لقيتوها في لقيتوها في لقيتوها قال جيبيه لي وانا نخرج عندها قلت لها انا مش لاوكي قالت لها تكلم تكلم واحد انا بغيت نتبناك سيدة بيت بنا هلش بشي لها قلت لها كيفاش بيت بنا قلت لها رأيت الله فيك وداكش قلت لها واخ المهم أنا عاش في الزرقاء وما تكرفش مشيت معه عجيت الوجه كان دير سما وليت كان سرح الجمال وليت لي ومير بلاسة ما أمرش رأى المدى الشهدي ما فيش في لاسة وكيف وقت ما كان دير شاجة ما كان سمع شادرة كيف اللي تحت الرملة ساعة وصف تحت الرملة تسمعني؟ تسمعك سمحوا لي طولت معكم بزاف خذ راحتك اخويا مصطفى قال لي غتولي دي قال لي غتولي تهز الكيف تولي تديرو في الجمال وغدير واحد البلاصه اخرى كنقول لهم لا ما غاديش نخدم لكم في هذه الخدمه كيقول لك كيقول لك لا كيدير لواحد البيت وكيدير لي الضو كيحيد لي حوايجي كامل كيخليني غير في الشرب وكيدير لي الضو وليت الناس ما كنعسوش عمرني ما عشت طفل الدراري الصغار عمرني ما لعبت مع الدراري ما خرجت ولا درت شي حاجة ولا مش الناس كيصيفوا ولا لا وليت كنعيش بحال هكا وليت كنعيش بحال هذا بحال داك الشيء ديال لاندوشي الحظ ديال لاندوشي وليت كنعيش بحال هكاك نضرب يوميا نضو يوميا والمشكلة واحد خطرة غربت وعيت وهربت ليهم وفين غتهرب في ديك الصحراء الرملة والجبال ناس واحد الخطرة تما ناس واحد الخطرة هربت ليهم وعيت وبغيت نرتاح معرفتش ضربتني واحد العقرب في رجليا جاو كيقلبوا عليا ولقاو لي مليوح شافوا الضربة في رجليها فوق ديك العقرب مشاو دغيا جاو داو واليا حشومة عندهم الدولي داكشي مدة سيمانة ما كاملاش فتوليت هو هذاك جا واحد السيد تماك بغا يدي شي سلعة وعاود وبقيت فيها وفي المشكل ديال عنده واحد لاند روفر ديال الصحراء قال انا نعاونك باش تهرب قلت له الله يرحم والدي عاوني وهربني كواخر لاني تماك اللهم هذاك العذاب ولا العذاب غادي نعيش فيه هربني داني
داني لطنجة. هادي فاش وليت كنخدم كتسمعني؟ تسمعك. وليت خدام في البيران كنهز الفلوس، الرقاصات كيرقصونا كنهز الفلوس، من واحد عنده الباك عنده الماستر، من واحد عنده الباك وما بقى لي والو واش الماستر، واحد كي قدام الرقاصات كيهز الفلوس. صافي من تما قلت وقف، حيتي خاتي نبدلها بيديا. قلت اللهم هاد العدد اللي كنعذبو، اللهم يتعذبو هما وما يتعذبش انايا. صافي وليت خرج خرج، ما عنديش الرحمة، اللي كنلقاه في الطريق ديالي مبقاش كنرحمو كما بايكون. بعد اختار غتبدل لي حياتي كامله، غنمشي لواحد الطوموبيل ديال واحد معروف في طنجه بلا ما نذكر سميتو، كذا جات المخدرات ولا كيصيف المخدرات ديال المغرب كامل. ما عرفتش المره الطوموبيل ديال الصيح دار واحد الفيلا، الرسل الجيران زيت واحد ما قالو في بيسي وزيت الفلوس اللي فيها. اللقطه فاش بدنا نهرب ومشتري الدراري ديالو ويجي لعندو، قال لي ما كتخدم حتى كي ما كتخدم حتى واحد. شدي وداني داني لواحد البيت، عمر واحد السطل ديال الماء، عمر واحد البانيو كبير ديال الماء، سميتو كتف ليا رجليا ويديا وبقى كيحشي راسي في داك الطروف كيقول لي ما عمرك كتخدم، كنقول ليه والو كيغرقني، كيحشي راسي في داك الطروف ديال الماء بارد، كنقول ليه لا ما خدام حتى واحد، راه غادي يوقع ليا اللي وقع لي. بقيت مدة ثلاث أيام صباح وعشية هما كيعذبو فيا ويضربو فيا، باش قرر ليهم ولكن أنا ما درت ليهم حتى حاجة.